السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. اليوم غير العادة بملعب ومع إسماعيل ودالي خلف الكاميرا. اليوم إن شاء الله راح نسوي تحدي حراسة المرمى. قنوات الشباب موجودة بالوصف. قبل ما نبتدي، لايكات واشتراكات واشتركوا بقنوات الشباب وخلينا ننطلق التحدي. فكرة التحدي يا شباب، كل واحد راح يوقف حارس مرة يشوتون عليه، اثنين كل واحد يشوت خمس تصويبات، وراح يشوفوها بالمونتاج كيف راح تكون، راح تفهموها. شاهد المقطع تفهموها إن شاء الله. حاليا راح شوت خمس شوطات على مصطفى، يلا هيا بنا. هسه دالي وقف حارس مرمى وهسه انا راح اصوب اول وحده. يلا هسه دالي اسماعيل هو اللي صد يا شباب. الاولى صد لها. ثالثة. حلوة حلوة. قريبة يا دالي. عم تدخل. والخامسة والأخيرة دالي. بابا بابا جول. يلا أنا دوري على إسماعيل، آخر خمس تصويبات يا شباب، وخلينا نشوف إسماعيل كم واحد راح يصدق. وشوف إسماعيل جاي ينظم الجدار. صور إسماعيل الجدار تمام، ضربة حرة مباشرة يا ولد. شوف شوف شوف، الحارس على الزاوية والكرة في الجول. يلا دور إسماعيل. يلا خمس تزيدات على مصطفى. التصدي حلو بس الكرة يا هو جيبها. ثانية بالعارضة. هاي زاوية. اوت. الرابع اللي سمعه. خامسة الاسماعيل. اوت. ما سجلوا على جول. اسماعيل دخل عليه ثلاث اهداف ودالي دخل عليه ثلاث اهداف. انتهى التحدي يا شباب. قنوات الشباب بالوصف، لا تنسوا تشتركون بيها وبس. كتبوا لنا افكار بالتعليقات للتحديات ما دام احنا بعدنا بجمعتنا يا شباب وبس. في امان الله.